تجددت الاشتباكات بين قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبيان جنوبا، في الوقت الذي تستمر فيه غارات التحالف السعودي الإماراتي على أنحاء مختلفة من البلاد. يتزامن هذا مع شن قوات التحالف السعودي الإماراتي غارات على معسكر اللبنات في مديرية الحزم في محافظة الجوف، وعلى منطقة الجفرة في مديرية مجزر في محافظة مأرب، وعلى مديرية حرض في محافظة حج. تتسارع التطورات الميدانية على مسرح العمليات العسكرية اليمنية، وجبهات الجنوب تشهد تقدما لقوات الرئيس عبد رب منصور هادي، وذلك بعد سيطرتها على موقعين تابعين لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبيان. الموقعان يتموضعان في شمال مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وقد غنمت فيها قوات هادي دبابات ومدرعات وأطقما عسكرية من قوات الانتقالي المدعوم إماراتيا، وبذلك أصبحت قوات الشرعية تسيطر على معظم مديريات المحافظة. منطقة الشيخ سالم شهدت معارك ضارية أجبرت على إثرها قوات المجلس الانتقالي على التراجع، وسقط خلالها العميد محمد العقيلي قائد اللواء 153 التابع للحكومة. في هذا الوقت شنت قوات التحالف السعودي الإماراتي غارات على مواقع الحوثيين تمركزت في محافظتي مأرب وحجة، وطال القصف معسكر اللبنات في الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم في محافظة الجوف، بينما تمكنت القوات الحكومية من إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين في نجد العتق شرقي العاصمة صنعاء. تختلط خريطة المعارك على الساحة اليمنية بين فرقاء قسمتهم التبعية الإقليمية، محولة الأشقاء إلى خصوم متحاربين تتراجع أجندتهم الوطنية اليمنية أمام الأجندة الخارجية، واضعة البلاد أمام حالة استنزاف مجانية من دم وموارد الشعب اليمني. ومعنا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري، وأيضا من تعز أحمد البكاري. أبدأ معك خليل، من كلام وزير الخارجية اليمني الذي تحدث فيه عن موافقة الحكومة على مبادرة الأمم المتحدة، مبادرة جريفيث ومقرراتها، وأن الحوثيين هم من يعرقلون، هل هناك أي رد من صنعاء على ذلك من الحوثيين تحديدا؟ نعم نجلة، حتى الآن ليس هناك أي رد من قبل يعني حكومة الحوثيين في صنعاء حتى هذه اللحظة، ولكن يعني هذا الموقف سبق للحوثيين أن صرحوا مرات عدة بأنهم هم من يقبلون المبادرات والجانب الحكومي هو الذي يرفض. نحن أمام فعل ورد فعل وتصريحات وأخرى نقيضة منذ سنوات يعني، وبالتالي يعني الجانب الحكومي ليست المرة الأولى التي يصرح فيها بقبوله، ولا الحوثيون أيضا يصرحون بقبولهم لمبادرات يطرحها المبعوث الدولي مارتن جريفيث. في هذا المشهد المضطرب والصراع المحتدم، كل طرف يعني في يعني بين وقت واخر يدعي ان الطرف الاخر هو الذي يرفض وانه هو الذي يقبل هذه المبادرات، لكن هذه المره يبدو بشكل رسمي من قبل على لسان وزير الخارجيه في الحكومه اليمنيه محمد الحضرمي، قال بانه كان من المقرر ان يتم انشاء او الاستجابه ل مبادرة جريفيث في إنشاء وحدة مشتركة لمواجهة فيروس كورونا، وبعد ذلك حتى ذهابا إلى فتح مطار صنعاء وفتح الطرقات في تعز بقية المحافظات. حتى الآن ليس هناك أي توضيح ولا أي رد فعل من قبل أنصار الله الحوثيين، ولكن سننتظر ما إذا كانت الساعات القادمة ستحمل جديدا في هذا الجانب. نعم، وأيضا يعني الرئيس اليمني كان له مواقف في الجهة الأخرى للمجلس الانتقالي عن أنهم أيضا لا يبدون أي بوادر لتطبيق اتفاق الرياض أو مجرى بالاتفاق. وهنا أسأل أحمد البكاري من تعز، ميدانيا بموازاة هذا الكلام السياسي هناك خسائر يعني تتكبدها القوات الحكومية أمام المجلس الانتقالي؟ نعم، حتى الآن لا تزال المواجهات مستمرة بين الجانبين، هناك قصف متبادل بين القوات الحكومية والقوات المجلس الانتقالي. أسفر القصف عن مقتل أحد القادة البارزين التابع للقوات الحكومية في قصف صاروخي استهدف
مواقع للقوات الحكومية في محافظة أبيان. القوات الحكومية تحاول التقدم نحو مدينة زنجبار واستطاعت من فرض السيطرة أو استعادة بعض المناطق باتجاه مدينة جعار، وتم السيطرة على إحدى المعسكر. هناك أيضا كر وفر على أطراف منطقة الشيخ سالم، وهي المنطقة المحاذية أو القريبة من العاصمة، عاصمة المحافظة وهي مدينة زنجبار. يبدو أن الوضع يتجه نحو التصعيد، خصوصا في ظل تعزيز الجانبين بقوات عسكرية مكثفة إلى هذه المحافظة المشتعلة منذ أكثر من أسبوع في عملية عسكرية أطلقتها القوات الحكومية ضد المجلس الانتقالي بهدف استعادة محافظة أبيان والعاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، في ظل رفض المجلس الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض وتصعيده بإعلان الإدارة الذاتية وتنفيذ خطواته على الأرض في العاصمة المؤقتة عدن. شكرا لك أحمد البكاري من تعز، وأيضا أشكر خليل القاهري من صنعاء.